راه ما يمكنش الدراري ما يمكنش تكون ضارب مع واحد وتجي انت وصاحبك، راه ما يمكنش. انا واخا يكون هاد الواحد غير الشاب العربي ودوك الجوج اللي جاو ليه يكون اندرتيكر وجون سينا، انا غنكون مع الشاب العربي وخا انا عارفو ضعيف. واش انت جاي وجاي بصاحبك واش عيتي ولد القحبه الساعه انت بصديق، واش معانا الساعه انت بصديق ولا لا؟ عقل على هاد اللعيبه، استعملتيها هادي ما تبقاش تستعملها مره اخرى. دابا انت هاد الخاصيه استعملتيها مره اخرى ما عندكش حق تستعملها، انا راه عندي وما بغيرش. واش فهمتي الفرق بيناتنا؟ ما كتظنش حتى فين غنمشي لك انا. دابا انت ما كتظنش انا فين غنمشي لك. واش صاحبي بجوجكم واش انا داوي معاك؟ انت شويه تطلع لي واحد درت هيه عاد شنو هو؟ طلع واحد بغى يضربني بموس كلشي درت ليه او واش تبوع وجدي صاحبك وبجوجكم ضدي؟ راه كاع ما سبع انا، ولكن سكارفيس ماشي اي سبع، سكارفيس. انت ما عندكمش هاد البلان بان راه بجوجكم اللي لاقين امكم ريوسكم تخرج من وسطكم مابط اللايف ولا بغيت تسارح والله تبسيكوش. دابا عرفتي علاش ما دارش لايف؟ دابا غتلقاوه كيديره وصلنا لي لاخر ابل الفيديو وجاوب وبسيكوش بقى داير غتلقاهم كيديروها. غتلقاهم دابا في ابل الفيديو كيدويو كيدويو كيديرو. الله يهديك اصاحبي، ما تنساش التاريخ هذا بسيكوش. واخا صابرين ما يعاش الرعب اللي عشيتها انت، راه شديت فيك بزاف. انت شفت لك بجبهتك واخا هو مشى دار الكاسكيط، انت شفت لك بجبهتك قريتك عرفتك شكون، عرفتك انت من شكون مصيفطاك، عرفتك انت وما صيفطكم طوطو. واللي غيقول لي عطينا الدليل تراري، واش كاين شي دليل اكثر من هذا؟ واحد شاري لك بي سي غيقول لك سير ضرب هذاك ما تيجيش ضربو، واحد عطيك توني ديال الحكيمي واش ما غاديش يقول لك سير عادي هذا غتعيرو غتعيرو؟ انا خويا عندي بوندو، انا ما مع حتى واحد. هاد الناس انا ربما عيرت ليهم هذاك الاله ديالهم اللي كيلحسوه بسنانو، هو صيفطهم ما قدرش يجي هو، وجاو دابا راه هما داو ما يعاودو، راه شافوا الغبره القحبه يمام راه وقف بقى يشوف واش ديال الطب والمك. هذه معركه ولا حرب ديال الجمال؟ الغبره القحبه يمام دخلت لي من يوفهم، راه والله ما بقاو يدوروا بيا. دابا راه كانوا كيسمعوا الهضره اللي كنقول واليوم عاد عرفوها. بسيكوس واحد اللحظه راه يسحب راسو كيحلم زهرونه، يونس زهرونه داك صاحب الخوادري راه يسحب راسو واحد اللقطه كيحلم يقول فين انا وما كيشوفوا بعضياتهم. صهدتهم القلاوي واخا ما كنبغيش انا ندير هادشي. والدراري اللي عندهم شويه المخ خويا، كنت لاعب انا وبسيكوس شويه رابح وما عرفتش بديك خمسه لوحده، وقفنا في خمسه لوحده كان ضرب عليا واحد البيت في الارض كتدخل على كورتوا، ضرب عليا واحد التقاوليبه في الارض شنو هي فاش قال لي هبط ورينا الدار. انا ما كانش خاصني نهبط ورينا الدار حيت من الهيبه ديالهم والكاريزما ديالي ما نوريكش اخويا انا فين كنسكن، ولكن هذيك قاوله مني فيها هبطت وريتو الدار وفغيمون لقينا التلفازه الدار، ولكن انا كنبغي ولكن ما يخدمنيش انا ما كنبغيش نخدم، هذيك هي اللي ماركا. اما انا قولبتو قولبتو شحال من حاجه قولبتو شويه هو صيفط البارطاج للصابيري لايف يوتيوب بارطاجيه لي صابري جاء انا تشوكي درتها مني جا وكا عاوتاني بقى وبقيت واقف معاه بوك بوك مني منك مني منك مني منك صافي اخويا خرجت رابحهم والحمد لله. وما راه كيلهتو دابا الحمد لله اخويا الله معانا شي مايف. باقي ما خسرت حتى معركه في حياتي، واللي كيقول عليا البارح خسرت معركه مع الدري بدر ود كازا داك الام بي 1 هذاك الدراري ما خسرتش مع المعركه، ولكن طرا عليا سؤال تسائل هو داك التساؤل جاكم نتوما غريب حتى انا عمري ما قلتها لكم. انا عمري ما قلت لكم راه عندي فوبيا ما كنقيش ظفاري، انت عزيز عليا من 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 الفونتازم ديالي هو نبقى نقبش في الدريات انا بالظفار، راه ممكن نقيهم كنغسلهم كذا وام بي 1 ما كتحيش لي ديك الفكره اللي معلمها لي امو حي ظفارك راه غيوليو يقولوا عليك مسخ. هو هاد الفكره كبر بها وجاتو غريبه، اما راه عادي يكونوا طوال راه دريات راني كيميناج صح راه لي البومبا صاحبي راه سيلينا غوميز راه اليس راه هيفا راه كاع كاين كبروا بفار، ولكن انا بواحد السيد اخر اللي عندي فونتاج كنبقى باش صاحبي هذاك طرح سؤاله هبط هذاك الدري مسكين هو ما عارفش راسو صاحبي حتى الضبابه في الدماغ ما كيشمع هذاك صاحبي هذاك راه نضار في السقاره بحال زهره وانت هو اللي يقول لك واقيلا كنحلم. واش فهمتو انا كنطرح سؤاله هبط بهضر مسكين وقع يداوي انا البارح ابي الفيديو هذاك انا داخل معاه في علاج نفسي صاحبي ديك الدري راه كنداويه هي قلت لكم في اول لايف ليا معاك قلت لهم هذا 30 يوم غنرجع يعقل ولكن راني داخل معاه في علاج راه داير انها وكنطرح عليه اسئله واش فهمتوا وخير دليل ها هما الضفار باقيين عندي حيت بصح انا يا الضفار محتاج ليهم والسبع كيحيد ضفارو هكا كيبقى ينقيهم
من الماكله ومن داكشي إيه كيبقى ينقي وكيبقاو نقيين. السبعه ما كيعيش دفار خويا هادي باش نتوما تعرفوها. البارح مسكين امبو هو سؤال اصلا عادي بكل براءه ما عليه فيه والو دري واش امبو نقطه نهايه بسيكوز دري. ما كنبغيش نسمي هادشي هكا زعما انايا هادو دعقتهم ولا انا كنبغي نسميه عادي لعبه سير عاوتاني وبقاو نلعبوا وبقاو كلاسيو بعضياتنا وهادشي مزيان ليكم. مني هو غيجي غادي كلاسيك حتى غتكلاسي نتوما اللي غتربحوا نتوما اللي غتبقاو تمتعوا. كنبغي ننهي حتى واحد من اللعبه انا كنبغي نخلي اللعبه طويله ولا رجع ترجع لي خير ودالي الام بي وار رجعت لي عامين ما بقيتش طلعت مع فلايف طلعت مع انا كنبغي نخلي الانسان حي. اي واحد كتخلي حي كتخلي لي واحد الكود كيفاش غتقتل امه فهمتيني كيفاش لاعبه مخليهم ومضاحك حيت لا ساليتهم انا غنسالي مثلا ملي غتسالي بسيكوت راه غتسالي كلشي غتسالي هاد الصابر مسكين كنت ساليت فديك النهار شي 3 شهور هادي عرفت علاش عاود جا واش بان له قضيب كبير تفكروا بغاه ما عرفتش. المهم بسيكوت عمرو جو بونس عمرو ما جا حيت كنسانا هذيك النهار مرحبا راه مخاصم معاه وجا عندي عاملته معامله رونالدو الكراوش جا عندي نصاحبو نافان مشيت تقهويت معاه خدا براد خدا كذا كيبانو لي الناس كيجيو عندو جا عندو واحد خونا كيسوق تراكس كان بلاصي تراكس وكيشرب قهوه ويقول لي قال لي مرحبا قال لي دير لي شي مغامره طلع لي تما ويمشي. جا عندو واحد تا هو بكونغو تا هو جا انا كنقول شكون هذا واش لا عادت مني مجيت للدار ويقول لي الخو هذا قال لي انت سير شوف السطوريات ديالك مع مرحبا قلت له شكون مرحبا قال لي اللي كنتي قال لي راه تلاقيتي معاه قلت لي اوه قلت لي واش قلت لي واش لاقيت مع هذاك هو هذاك اللي كنت انا مرفوعه صاحبي راه تقدر دوز من حدايا دوز من حدايا بويزيكا يدوز حدايا بويزيكا اقسم بالله ما نعرف والله ما نعرف ما فهمتي راه من انا زهرون كنحلم دراري راه هادشي في التاريخ اصاحبي وغيبقى راسي خليكم في هضر في مخكم شي لهاد اللايف ديال اليوم لا كاع اللايفات ديالي لا كيفاش كنتحرك انظروا على كيف يتحرك غوارديولا مني كان كيعاود لي على ميسي قال لهم شوفوا كيفاش كيتحرك قال لهم كيتلفش على اليمين وعلى اليسار وبكل براءه قال لهم اي وقيته مستعد لاي معركه قال لهم وكيديرها غوارديولا كيقول لهم انظروا له كيف يتحرك بكل براءه تتشوم دابا انظر الي كيف اتحرك شو انت كنديرها شويه كنديرها بكل براءه فهمتي وكنضحك وعادي وسبونطاني سياش ما حافظتش لي الكود ها شي غزاله كتلعب غزاله كتلعب فهمتي عمرك دقتي اللحم ديال الفرج الغزاله اللحم ديال الفرج الغزاله الفرج الصرم المهبل ديال الغزاله كناكلو انا اقسم بالله كل شهر كناكلو وجبه خاصه بحال شي غزاله كتلعب ولكن خفيفه غير دير لك هاد الضو تضوي لك السبعه انا غادي كنلعب براءه وكنضحك وغنيه ديك النهار تهرس ليا التليفون تهرس ليا بالليل مشيت ديت واحد المعلم قلت لي راه فيه شي معلومات سريه وكذا قلت لي فيه شي تصاور ديالي انا وصاحبتي عريانين باش ماشي نكذب عليكم فيه هاد التليفون زعما فيه شي تصاور ديالي عريانين وفيه شي تصاور مع شي الاكس ديالي تاهي وكنجمع لهم التصاور ديالهم و الحاج ثابت كنعلق لا غنضحك معاكم اولاد القحاف سيرو قلت لكم فين المود باس ديال تويتر وفين فيسبوك والانستغرام وداكشي ما حافظش لي من هادشي ما حافظش لا مشى هاد التليفون مشى داكشي واش فهمت انا شايفور ديال الرموك انا حافظ النمره خويا ديال مول الدار ما لا مشى هذا مشى وانا مشيت عند المعلم قلت لي خويا صوب لي هذا راه فيه شي معلومات هو مني سمع فيه معلومات اشنو دار تبورب طلع فوق العود هو يقول لي 34000 باش تصوب لافيشور قلت لي ياك اخويا انا غزال قلت لي ياك مشيت بقيت كنلعب بالتليفون واحد النهار عرفت بغيت ندير ماري الموتور ديالي ودخلت هو يطيح عليا وانا ندي عند معلم حداه انا ناسي بان الاخر راه كان نصب عليا انا كنا كرة عاود تمشيت عنده قلت لي خويا بشحال هذا هو يقول لي 10600 ريال وفيا ما نمشي عند الاخر نقول لي واو تلقى حبه زدتي عليا ذاك الشهر انا ناسي علاش قال لي يا سعيد البارح راه داك خونا نسيتي يا صاحبي واش مشيتي عنده راه كان زاد عليك قلت لي تا مالك علاش انا غنتفكر بويزيكا ولا غنتفكر حتى كانطونا وليت كنساه مارادونا بديت ننساه وليت كنتنقل في مدينه الجديده غير بالدفع الذاتي غير بعارف غير روبو زعما راه ماشي كنت علاش غنجي انا غنعقل على هذا بسيكوس ولا مثلا بسيكوس ومرحبا شاركهم هادوك داير لهم واحد ملي اللي كنقولوا على مرحبا كنقولوا على بسيكوس حيت نفس الفورما انا جاني عنده الفصيله ديالو هادوك بجوج جامعهم حيدهم هادو مطرفهم مثلا بويزيكا شكون 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 بويزيكا الفصيله ديال من الفصيله ديال من صابيري زيد شكون زيد 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 المهم بويزيكا الصابيري حاطهم اللي كنقولوا على هذا كنقولوا على هذا
انا جامع ومحاطم تتفهم اللي كيبغي القحبه يما برج مراقبه كنضرب طبون مو نزل 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 ثالثة واخا تكون عزوه طويل غن وحنين انا غنشرح عليكم تكون عزوه وطويل وصحيح ومريض مره مره كتهيج خاصك الفينيت وداك النار تهيج في الحبس تبغي تهرب وانا عارفك باغي غتهيج غنقول لك هبط 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 واخا انا عارفك مريض وكاع الناس هدا تبكي انت حنين وعزوه ومريض اشوف نحي لي لاكون ونعطي لمه المدفعجيه فهمتي نعطي القحبه ما كاينش صافي الضحك ما كنضحكش انا بنادم حتى جاي باغي يضحك ولا جاي باغي كذا ما كاينش الضحك ما كندويش معاهم ما كندويش معاهم هاد الصابيري مره دوى معايا ما عرفتوش طرا ليا معاه كيما مرحبا ولكن هو في البريفي جا عندي قال لي السلام عليكم خويا على سلامتك خرجتي من 48 كنا كنتفرجوا بك كذا كذا الله يسلم لما جاوبتش اوديو قلت الادم جاوبك لي الله يسلمك اخويا كذا الله يكثر خيرك صافي حطيت التليفون بقى غدا الايام غدا الايام غدا الايام واحد النهار قال لي واحد الدري قال لي شو هذاك يعيرك في ستوري دخلت كنشوف ميساجات واش بيناتنا شي حاجه لقيته هو اللي كان قال لي كيخرج شي وشوف واحد اللايف كيقول لي معاوتاني انا كنت دويت معاه كنت صاحبو راجل كنت حتى شكون اللي عاقل عليك قوت القحبه شكون اللي عاقل عليك قوت القحبه شكون اللي عاقل عليك انا رفع عالم اخر اصاحبي انا رفع عالم اخر اصاحبي راه كون وليت كنوقفو هكا اصاحبي راه كانطون راه واقيلا كنحلم زرهون صاحب ادم راه واقيلا كنحلم واش فهمتي ما راه واقيلا كنحلم واش نتوما ولاد القحيب شتوني دابا غادي التويتش خفتو طيح لكم التفاعل تم لي بيان سيغ غيطيح الله المانجي لعبه ماتش عندك واخا تكون انت مول البلاد خاصني نوصل للنصف النهائي حيت هذاك ستريب واخدو انا كنصف نهائي ديال حياتي واخا القحبه يماك تكون برازيل ولاعبين تشومون خاصني نازل جدا كيحتفلوا واخا نكون انا في بلادك وجاي لاعب عندك انا خاصني ندوز نصف نهائي القحبه يماك غندقدق امكم هادشي علاش هاد المعركه ديال صابيري وبسيكوس سميتها معركة ريو جانيرو فاش كانت الالمان ربحت البرازيل بسبعة لواحد انا في النصف النهائي وفتيرانكم وطلعت وهيمنت عليكم وسيطرت عليكم واللي قال شي حاجة انا هاز يدي عليه اللي قال شي حاجة يحيد لي ابوني وانا ما عارفنيش وما عارفش اليوم التكنيك اللي لعبتو معاهم وما عارفش ما عارفينش بزاف الهضرة اللي قلتها حقيقية بحال بسيكوس مور بصح كتبيع البغرير علاش قلت لي انا في واحد القيطة قلت لي سير عاون امك باش يصدق لي البغرير هو يقول لي ها ما فهم والو كيفاش البغرير مو كد هانت هي مو عادي خاصها الهضره قدامها خسرت عليه فلوس باش يدخل من الزنقه مو عادي هي تدخل تبيع في السوق داكشي ديال البغرير مره صدق ليا قالها تا هو الصابر من كليب باك راه فايت منه كره ليا في كيليز هو يقول ها راه اليوم راه بالنسبه ليا انا سبك فريق لايبزيغ ما عرفتش الفرق اخو واخا طاولوك حويشين خويا ما والله ما عقلت والله ما عقلت علاش طرا قبيله راه وليت غير ربع ساعه كنت راه زهايمر داكشي اللي طرا طرا صاب لما تعطل بالرب على بيت في الاي بي تي في داكشي اللي طرا البارح طرا دابا صافي اليوم حاجه اخرى حيت خاصكم تعرفوا بان الدراري بان النابيري وبسيكوس الطريقه ديال الستريم ديالهم الطريقه ديال الستريم ديالهم شنو كي عن طريق اي حاجه كيستريمي دابا ستريمر باش معروف بالكونترا اللعاب ديال الكره باش معروف بالكونترا كتمشي عند داك الفريق قلت لكم كتمشي عند الفرقه كتسني معاك كونترا بانك انت راه باغينك اجي يا خويا ستريمي عندنا اما هاد النابيري وهاد بسيكوس وهاد حمريطه وقعدوا اللي كيستريميو في المغرب راه كيستريميو غير بكونترا ما كيستريميوش بكونترا عقلوا على هاد الدراري الله يحفظكم وما تحيدوش من بالكم هادوك ما كيستريميوش بكونترا هادوك كيستريميو دعم كيدخل هذا كيصيفط لي 5 اورو هذا 5 دولار هذا 200 دولار هذا 5 اورو كتصيفط ليه دعم اما باش تاخذ كونترا راه خاصك تكون شي حاجه اللي هربانه راه طوطو باقي كيلحس عليها دابا الناس وباقي ما عندوش انا غندخل بكونترا وفي هاد الشهر غندخل بكونترا اول مغربي نيمو غادا تنقلت لكم نيمو تويتش غادي نمشي غنستريمي فيه وغادي يلوحو غيلوحو
غيلوحوا بوست في الانستغرام شركه ديال تويتش غتلوح بوست في الانستغرام دايرين فيه تصويره ودايرين فيه وجه وعلامه علامه تعجب زعما شكون هذا ما انت راه شكون اللي غادي يلتحق بينا والناس غيبداو يقولوا فهمتي الناس يبداو كومونطيو كيقولوا شكون غيدخل لتويتش عاوتاني غيبدا بحال نهار اكويرو جا اقسم بالله طوطو صار الخبار لا تمشي عند مامو قال لي بغيت انايا تما ما خلى والو قلت لكم انايا وقريب ان شاء الله غنديرها في العيد وغنهديها للرسول عليه الصلاه والسلام انا هذه الفرحه هذه اللي فرحت كنفرحكم في العيد كهديه مني بمولد عيد النبوي بعيد الرسول عليه الصلاه والسلام غنهديها لكم فرحه العيد غنسميها اول لايف فرحه العيد فرحه العيد الدراري تسناو اللايف في تويتش ديال فرحه العيد وبنادم غادي يلوح بوست في علامه التعجب ويبقى يقول شكون هذا وهذا الشيء علاش حسدوني وجاو دابا شافوا البي سي جيمر ما كرهوش دابا يشافوا لي البي سي جيمر ترى جاب لنا كل بيت عيس عليه راه كنبات هنا بي سي جيمر في البيت صاحبوني انا من قطع اللايف غادي نهبط للدار الناس ترى غنعسب بي سي جيمر يقدر يطلع شي واحد يقدر يشفروا لك وليا يشفر لك كابلي يشفر لك كابلي يعني. يجي يتلاعب لك بخطوط ديال النت كما كيديروا لذاك الميريكان هادشي علاش كنبقيش غنهبط بالسطح انا بي سي ديالي نطفي تيبرد ونعاود نشعلو ندير فيلم في نتفليكس وما يطفاش بي سي اصاحبي واش عرفت شنو بي سي راه بحال في سيبير اصاحبي راه غادي تختارت لك وغادي لاصوغي وغادي تبرك وكلافي اراب وكلافي الاخرى وبقى تكتب ويوتيوب صحاب يوتيوب ديال التليفون ويوتيوب ديال بي سي دابا تصحاب غتشوف حتى مثلا برنامج ديال اللي ندير الكيت ولا برنامج مثلا تليفون غير تليفون غير هاد بقيت ندير من اللايف فاش تحب راسك كتشوف البرنامج ديال الغريب ولا ديال دير الكيت غتشوفو في التليفون هو غتشوفو في البي سي حتى في البي سي غتهدا وغادا تسمع داك الصوت ديال الغريب واو غادا عاد تبقاش غايتفى داك البي سي حتى الباقل غتنشف اه والباقل الفيفا فيفا غنولي نبحفاش واش فهمتي كيفاش غنولي نبحفاها ملي غنلعب شي ماتش غنلعب انايا غنباكي فهمتي غنلعب في القهوه الناس كتفرج فيا فهمتي غنلعب بواحد المنطلق ديال ان هذيك انا لاعب تما فهمتي انا مدرب وانا كنماركي وكنخسر وكنتعادل واش فهمتو الحلاقه بغيت نشوفها صح غندير نغوت رجع صوندرا بتراف لاف واش فهمتو انا راه حتى هذا الكونسيبت هو اللي غادي نمشي به الميريكان الناس غيوليو يتفرجوا فيه في ميريكان بهذا الكونسيبت الكونسيبت بقى واخا المره الاولى غيبان لكم ما يصدقش راه شي خمس سنين خمس سنين علاش غنتفرقع اما انا دابا ما غاديش ناخذو على قبل دابا انا ناخذو على حساب خمس سنين سيمو لايف انا غناخذو على حساب خمس سنين بان هذا الكونسيبت غيصدق لي في المغرب وغتولي تشوفني في ستريم حتى لثلاثة المليون شويه غنولي نعطي التنقلات ديال اللعابه وسط اللايف غنولي نقول لكم بان اناجم اليوم سينا في المغرب فاسي وبسبق صحافي وغادي يمشيو ولكن ما كاينش اللي غيفهمك كاينش اللي غيفهمك دابا عاد دير اناجم راه كاع تيقول لك هو يقول لك مشيت لفاس يزيدوا الاخرين شي 1000 درهم ومشي لتطوان ما سبق صحابي في المغرب كنت باغي ندير واحد البرنامج ديال روميريو نولي نقول لكم اللعابه المغاربه فين مشاو يعيط ليا هاد اللعاب الرئيس يقول لي هذا راه غيمشي ونقول لكم في اللايف وتكون سبق صحفي في باجات يقولوا قال الياس بان من هنا مثلا الصحيفه ديال الوداد غتكتب الي الدراري الياس في الستريم ديالو دابا كتب انا داير لايف ما تصورتني هو غيقولوا الدراري الياس دابا في الستريم قال بان اشرف بن شرقي للوداد ب 700 مليون غيقولوا واقيلا بالصح وشويه بعد نص ساعه غيقولوا والله تا الياس ود لحظه واعر امك اللي قحفه غيقول والله تا الياس واعر غيقول كذا يا ربي هاد الكونسيبت مثلا المتولي نولي نقول لكم راه قصيفتو هاد الشهر زادت 7 كيلو واش فهمتي غنولي ندوي لكم على كوره نقدر نصطاد نعير اللعاب المحذوفي محذوفي مسكين دابا راه كيدير الترويد الركب تو ضربوا واحد العزوه ضربوا في 2015 مع الرجاء باقا دابا ديك الضربه الله يستر باقي كيدير لها تيدير لها جبيره ديك الجبيره اللي كيلعب مع الرجاء باقي كيدير لها طقوس هذوك ودابا نعطي شي 200 درهم نصوني للمحذوفه وندير لكم فيديوهات ديالهم نقول لك وين راه محذوفين ونبقاو داوي معاه سبك رونالدو خويا رونالدو نازاريو ولا رونالدينيو رونالدو ماديرا متولي ضعيف اخويا متولي قزحيته معسله سبك النابيري خلي اخويا لا سبني يمشي اخويا الله يرحم لي الوالدين حنا راه كنحتارمو ولا ما احترمناه لا ما احترمناش هو شغلو هذاك المهم حنا كنحتارمو كفك في اطار صديق في السوشيال ميديا راه بيني وبينك الريسبي اما باش نقلل عليك الحياه ولا كان سبيتي هنا غنقول لك اخويا الله يرحم لك الوالدين والله ياخذ فيك الله ياخذ فيك الحق
انا بغيت الطوطو شي نهار يبلوكيكم ونشوفكم كي غتوليو بلا طوطو. انا بغيت اخويا دوك المدعمين اللي بحال دوك المدعمين ديال تيك توك اللي كيدعموا تيك توك، كاينين مدعمين في تويتش، بغيت انا دوك المدعمين اخويا ما يبقاوش يدعموك، ما تبقاوش تشدوا ديك 3000 درهم اللي كتشدوا، راه داخلين على 4 مليون كونطرا اخويا. كمل 45 ساعه ديالك في الشهر ديال لي لايف في تويتش كدوز لك 4 مليون. بغيتي تلعب على الباكاجات لعب على الباكاجات، انا ما غنلعبش على الباكاجات. نتوما كتجيبوا الشهر بالباكاجات، كيبقاو الناس يصيفطوا ليكم وكيقول لكم كذا. كبيس ديال تويتش هي سميتها ويرفمي في تويتش بلونغلي، كبيس بلونغلي في تويتش هي يوريفمي، وما كيستريميو دابا في نيمو ديال الشينوا، ما عرفتش بالشينوية ما عرفتش. الا تنا الريسبي زعما في حياة اخرى راه تقدر تجي تقهوى معايا ما نعرفكش، فهمتي؟ راه باش نكونو اقسم بالله زرهون انا واش كنحلم، راه غير بحال اللي كنحلم جاعلين اللي لا في الشهر مشات وامي مشات زهر ورجع عندي دابا شنو جا قال لي واش فهمتو الدراري؟ ما فهمتوش ما فهمتوش ما فهمتوش الدراري، سمعوني سمعوني سمعوني. انا مشى ليا الكونت ياك ياك، و مشى ليا الفيسبوك، وانا في الانترنت دابا غير لاجي، حيت هاد الكونت اللي داير منو دابا اللايف ما عارف لي لا مون باس لا ايميل، لا لقيتو مع الفيسبوك ولا ندير منو لايف، فهمتي؟ وكان عندي قديم هاد الكونت، كنت جهدتو كنت جهدتو شحال هادي، كان ضربوا لي فيه اللايف في ثاني لايف ودرت كونت اخر باش ندير اللايف، وبقى هذا نسيتو الاخر طلع صافي، بغى الله باش الاخر طلع، هذا كان مشى اجهاض. ودابا الدراري راه هو اللي كندير منو اللايف، والفيسبوك مشى ليا ما عرفتش. واحد النهار دخلت الصباح مع شي 7 الصباح، بغيت نفرق ما فهمتوش، بغيت نفرق الفيسبوك على الانستغرام، بغيت دابا الفيسبوك نخليه بوحدو، وهذا بغيت نعزلو بوحدو كما كنت داير الاخر. دخلت الفيسبوك وبقيت نكتب مع شي 6 الصباح، كنكتب لهم اريد الحساب تغيير على الانستغرام وكذا، كيقولوا لي اياك كتب ام اس ان، كنمشي ندير لي كوبي كولي، كنجي كنكتب كيقول لك كتب الباس، كنجي عاوتاني كنقول لهم اودي راه بغيت نفرق الناس، قلت لي صافي انستغرام بغيت تخلي يمشي الراس وفيسبوك شويه، ومن كتبوا لي ادخل قالوا لي بحال ما رضاوش، دابا بحال ما رضاوش شافوا قال لك انستغرام غتشيب بوحدك، من الله اعلم فيسبوك شويه، ويقول لي صافي شنو الساعه، قالوا لي تسنى بقيت داخل اليوتيوب هذاك البرنامج اللي درت كيت، ويجيني ميساج قال لك واحد الدريه صحابها تقول لي صحابها تقول لي فينك زعما ما غتشوفني، ولا صحابها تقول لي شي حاجه ويقول لي صوفيني بشويه المعجون مصيبه كملت. اها شوف هذا راه كلاش ليكم، هذا النابيري وبسيكو شون الهيد ديالي، راه حتى التيتيز دايرين العقل سينومان واش فهمتي؟ اشو راه حتى الدريات اللي دايرين بيا تا هما العقل طاير، راه حتى التيتيز دايرين العقل سينومان، واش عرفتي داك الديسك ديال الارتيزون راه هو اللي عايش فيه انا، عرفت الزرهون بحال اللي كنحلم، وزيد عليه حتى التيتيز دايرين العقل سينومان، هاي دابا نجي دريه غنعطيوها برايفت. قلبتنا دريه جات قلبتنا باش تسمع درية صحابها غتجي، راه درية غتجيب طونوبيلة سميتها بسيو، طونوبيلة سميتها بسيو ناضية كحلا كليماتيزور باردة، غنماطليها بريبيقة ديالها نبرك انا وياها شوية في الطونوبيل، وبقى نسمع انا شوف تيقول لك واحد المثال، لا بغيتي تروى سكت، انا غادي نبقى نروى وهي تقعد تعاود ليا كذا ولا كروى صافي، بغينا تقول لها صافي مبوسة. وانا صاحب ادم هذاك زرهون بحال اللي كنحلم، فتي هي تبوسني ولا بحال اللي كنحلم، ماشي سين بيبر غنطلع عاوتاني الناس، ماشي شي حاجة كبيرة. هاد بسيكوس راه باقي دابا كينوك مجوج وكينوك قاعدة صافي، هو ما عندوش كاريزما كيبقى ينوك،
كيمشي يتلوط كيدوي بحال مرحبا كيدوي في بريفي كيدوي مع الدريات باقي عنده واحد العقل ماشي ديال الزواج راه تزوجت يا ولد القحبره العائله هي كل شيء اود القحبره غود فادر راه غود فادر اود القحبره العائله هي كل شيء راه انت تزوجتي عطي وقتك لمرتك اصاحبي برك معاها انت واش اصاحبي غير كتستريمي وكتصنن انت يا ولد القحبه غير كتستريمي غير في بيتك وكتعرك كتخنز ما عرفتش هكا كتستريم يا صاحبي دواب فمك ماشي بدا تشطحوت ايه وكتعارك وكتغوت انت راه ساكن في دوك الديور ديال السكن الاقتصادي ياك هادي متفقين عليها ودوك الديور اخويا كاين مشى رونالدينيو بنا بحالهم في الباراغواي بحالهم جات البوليس الباراغواي ريبهم لي قالوا لي الديور غير السكن انت راه ساكن في ديور تريبو في الباراغواي سير خرج منهم دير بحال الشروقات صاحبي عمرك سمعتيني سبيت الشروقات خدم فيلا المسفليه صاحبي مشمشه وربي كلب من فلوس لانتين انت يا ود ود القحبه باقي ما درتي حتى بروجي ديال الكروسه وبروجي ديال الكروسه باقي ما درتيش وجايك توريني في كارت كيشي داك الشيء راه ما كنوريوش حيت من 2006 وحنا دايرينو راه من 2006 وحنا كنتيريو راه من 2006 وحنا كنمشيو للبيم راه من 2006 وحنا كنا حنا في الانترنيت كتصحاب ود القحب تصحاب راسك داير لايف في تويتش كتضحك طوطو وتكذب علينا تقول لنا ما شاريش لك بيسي من اين لك هذا اخويا الا ما كانش طوطو شاري لك بيسي وحنا غادي نجيو غادي نقولوا لك ترى غنحطوا عليك حنا ما لقينا لا ما نحطوا حنا زعما غنجيو صافي الصنهاجي شنا لي قزيفته راه غنجيبوا لك الدليل راه غنجيبوا لك الدليل اصاحبي انا جاتني هضره بان طوطو هو اللي ريزيرفا البيسي هذه الاولى البيسي وصلك للدار بلا كارطونه البيسي شاريه لك طوطو بلا ما نبقاو نجبدو في الخيط راه انت عارف البيسي شاريه لك طوطو اصاحبي وطوطو قال لك طلب اشرف حكيمي دار لينا حنا صحاب الجيمر دار لينا كيما دار البيك الروابا قال الحكيمي راه كاينين ستريمر مقودين تلحس عليه عطاه حكيمي شي 40 مليون قال لي شري لكاع ستريمر قال لي انا وكذا قال لي الياس الدراري قال لي شري لي بيسي جيمر هو ناتشرال الصابيري وشرا هاد ود مولات البغرير هاد بسيكوس شرا ليه وضرب فلوس في جيبه المصنن راه دعم خرجوا اشرف حكيمي فاش كان يلعب ضد داك الماتش وصابر الشو حضر معاهم زعما راه هو من دوك اللاجئين اللي ما عندوش بيسي واش فهمتي وعطاهم مع 3 مليون 3 مليون شاطت لي من 40 مليون بحال اللي يقول راه 38 مليون اللي شاطت لي راه تنقص 6 مليون من 40 مليون راه شحال بقى راه 38 مليون اللي شيط هذه شيطه ديالو شي علاش انا كندعي عليه يوميا لو كنطلب الرب الاعلى باش هذاك السيد تبقى تخرج منه شي ريحه هذاك السيد بعد زرهولي ولي يولي بحال اللي كيحلم فهمتي دابا انا كنشوف هادشي بحال اللي كيحلم واش فهمتي يولي بحال زرهول صافي طاقي بسيكوس شاف لا هو بسيكوس راه مشى كيشرب الحليب خضر تا بسيكوس راه ضربته الدف سمع الدق في قلبه صا تا بسيكوس راه سامع الدق في قلبه دابا بحال اللي كيحلم الله يهديك الصابر تشوف فينو راه ناعس راه العز تيقول اش درت قوت ما كاينش خاصني نتواجه معاه ما كاينش اما انا شي عندي اخويا شي تشميل اخو شي عندي هادشي تشميل عادي وستريم راه ستريم راه قريب الدراري ستريم راه قريب الناس اللي كطالب بستريم والناس اللي باغا ستريم غنقول لكم ستريم راه قريب لويت اكتوبر الوقت اكتوبر ان شاء الله غادي يكون انا دابا ما عرفتش شنو هي لويت كوتوبر ولا الا كان زعما راه باقا بعيده صافي تسناو فهمتي لويت كوتوبر الدراري اكتوبر لويت اكتوبر الدراري ان شاء الله راه غادي يكون اول ستريم ليا شوفوا دابا نتوما امتى شاد لويت اكتوبر وقولوا لي امتى من غدا انا غدا ستريمي مالي راه الجهد عادي غنجيب واحد يدخل لي الواي فاي وغادي نلصق الكابليات ديال البيسي صافي مانيطا اللي عندي فيها مشكله صح عندي مانيطا ديال بيسي ديال اكس بوكس انا باغي مانيطا ديال بلاي كاس صح كنعرف نلعب بها واحد المانيطا عندي لاوي لا ديك الباندا اللي كان لاوي اوسكار فيلوني واش عرفتوها لاوي لا باندا ديال اوسكار فيلوني كنقول لها مانيطا اوسكار فيلون وكنلعب بها هذيك كنتير بها الكوفرات والله حتى بورواس بالله والله حتى ابر باس كان فيه البرص والله ما نكذب عليكم عرفتي شي كوفرات كنتير هذيك باغي نلعب بها انا ما لعبتش بها ما غنربحش في السيتاب هذاك السيتاب ما غاديش يكون خاص ديك المانيطه ديال اوسكار فيلوني تكون وي على راسها كنخبطها بعض المرات وكنضرب مربع شماركي بوحدها انا هضر تما خبطت ثاني عس وي على واحد المانيطه انا هبط نوري لكم هذيك ديال الاكس بوكس الدراري غنبان بحال شي
انا نستريمي بمانيطاج اكس بوكس بسالي، شارينا صاحبي بي سي، شارينو بمتابة الدار. وعلاش غادي تزيد حنا الدار مالا 5 مليون ما تدفعش فيها دار حدا بسيكوس، وتاخذ الدار حدا شقته وتولي فيما تخرج طحن الزمن بو تهرس لي الفم، كتستريمي حداه ويستريمي تنوض دق لمو داك البي سي على راسو في اللايف. راه ساهله، ولكن راه غتدفع 5 مليون وغادي تبقى تعطي طريطات بحال هو دابا 2052 غادي يكمل طريطات 24000 ريال الشهر. حمار كيدار ورط راسو الكبار القوم باش يتحركوا فيه كالدمية كما باغي. دابا المغرب كتحكم فيه، عطيه كريدي تمام كافي تعيش معاه وتزيد تكريدي من عندها منافقة ود القحبة، كدوي على الدولة وكدوي غادي يهز من عندها قرض. يا القرض يا ود القحبة منك ليه انت ولا داك النابيري، هزي القروض من عند الدولة وكدوي بلسان الشهداء يا ولاد القحاب وكدوي على ولاد الشعب. بصيفتكم شكون كدوي على ولاد الشعب؟ لا نتوما لا هما، الله ينعل طبلكم، لا نتوما لا هاد ولاد الشعب. منين جبتوا لينا هاد القومة هاد ولاد الشعب؟ منين جبتوا هاد سمية ولاد الشعب؟ نتوما ما انتو خاطبون في نظركم منين تيقولوا ولاد الشعب؟ كيفاش ولاد الشعب؟ كيفاش زعما الشعب المغربي الشعب المغربي المغربي الشعب الشعب زعما الشعب زعما الشعب احنا الشعب. الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، زعما ما كاينش الله الوطن الملك الشعب، زعما كاين الله الوطن. هما ما عرفت كيلعبوا على هاد الحبلين ديال زعما راه الشعب ولا الشعب كذا حنايا. لا صح شي ما بقاش واكل في ليا هاد الكونفين، ما عرفتش كيفاش رجعتو. انا كنت كنشوف هذاك سهيل كان مكلف بيكم، سهيل ود الام ديال الاماراتي عرفتش اصاحبي هذاك الدري سهيل اصاحبي هذاك هاري ماغواير، هاري ماغواير هذاك اللي كيلعب مع مانشستر سهيل هذاك بان لي كان قاد بيكم ومطلعها عليكم. عاد جيتوا لي انا ولاد القحاب لابريغاد ديال الطاليان، لابريغاد يا ولاد القحاب محلولة جايين باغي تدخلوا لابريغاد صالون طرياس وما كيدخلش ليها في العبو، ما كتدخلش لابريغاد حتى جاي باغي تدخل لابريغاد. القحبه راه لابسين صبابط، راه حتى تيتي طايرين العقل فينومان فهمتيها. هنا ما كاينش الضحك، هنايا غتلعب من بعيد وتبقى داوي وعندك الحق تلعب من بعيد، اما باش غتبغي تقرب زعما راه القحبه يماك لاماصيه غادي نصرفق الزمن بوك نكون في الزنقه وتجي وتبغي دير فيديو انا وبسيكوس. انا الله يا القحبه امك ما غادي تجي فين تكمل ديك بسيكوس تتحسب سنانك تلقى فواقي فيهم ماشي ثلاثه وهارو كاين دوك ثلاثه راه كيتحركوا. والله يا القحبه امك ولاقي العروق ديال المخ والتمشيه هابطه من المخ الفوق ديك الكروشيه وغلاقيها لزام البوك مع حناكك. شي لما وجهك يمشي ويجيب لافار، شي وجهك لما مشاش وجا بحال اللي داير اعاده، شي لما نطيش صاحب ادم الخواد رزال هون وقال لك نحلم، شي لما نطيش وقال لك نحلم. عرف اخويا الله عز وجل راه خلق فيا غير الاتات، علق الله عز وجل راه خلقني غير الحمد لله سيدي ربي قوم ضعيف. شي لما صيفطتش للزمن بوك بين اللغاليغ، كتعرف اللغاليغ بين اللغاليغ ديالك نطيح القحبه يما كريز راني ماشي الي. خلي هاد الشيء بعيد وخلي داك الشيء تقول لي غنجي لك جديده. سلا سلاش كنعرفوا علاه، سلا كانوا دي بيرات، كانوش دي بيرات كي سوقو هما، كانوا غير دي بيرات خدامين على دي بيرات ديال البرتغال. واش تفهموا دابا نتوما القصه ديال سلا؟ كانوا غير تراسه، كانوا جان كيجيو يخدموا في الباركوات ديال البرتغاليين كيقلعوا. البرتغال كان داير اتفاقيه مع جديده كيوقفوا هنا في الملاح وكيعاودوا ديماريو البرتغال، كيجيو معاهم سلاويين كيوريوهم جديده، سلاويين غير قواده غير قواده، كانوا كيجيو كيمشيو دي بيرات وكيخليو سلا فيها العيالات والله اعلم اش كيطرا بيهم. علاش؟ حيت سلاو الراط وتمانه راه كانوا مشروكين، شي مشاكل بيناتهم قالوا انتوما منا وغتبقاو تدخلوا ما يعزلوهم حدا هو البيرقراق حطوهم راسهم سلا. كتجي كدوي على جديده هو القحبه، تجديده راه يجيو يحرتو سلا. سول على دكاله، دكاله غيفرحوا ودكالة ود القحبة راه يفلحو الصخر ويجبدو منو النبتة، دكالة ود القحبة راه ياكل معاك قصرية يشوفك الغدر يضرب القحبة يماك فيها باقا سخونة يضرب المك على راس. دكالة خرجوا علماء وخرجوا أطباء وخرجوا لاعبين ديال الكورة وخرجوا، تا كتسكن سلا سلا
ما واخداش الحرية التعبير، هي مع الرماط وعاطيها حكم ديتي. الرماط داير لكم حكم ديتي. أيجي واحد يسولك من طاولة اللور شنو حكم ديتي؟ خويا حكم ديتي أنا غنشرح لك، راجل كبير تلاقيت معاه في الطاكسي. حكم ديتي هو مثلا أنت معايا وأنا عاطيك الحماية وما تشورش عليا، كما دايرة دابا روسيا الشيشان. روسيا شادة الشيشان حكم ديتي، واخا الشيشان سكشي حكم ديتي. هادشي اللي طاري تا لهاد الصابيري وهاد هاد بسيكوس مع طوطو، عاطيهم حكم ديتي. دي الدوي جديدة جيت درت فيها، جيتي درتي فيها ولد القحبة، جيتي جيتي كون كانت شي زعما بمثابة ديال جيت درت، كون راني جاي ندير لك حدا داركم انت. انا ما جاش هكا صاحبي، يعني الناس راه كاين طوب وحجر. انا ما نعير مراكش، ما غادي نعير كذا، راه الناس طوب وحجر اصاحبي. جيت درت واش باغيني دابا حتى دابا في هاد اللايف نمشي ندير سلا؟ كاين شحال من دريات ترمتها مع السلا تما في مشير بقى بوك 69 69 ونبقى 69 ونغوت لك تما وكذا وسلا ونجي ونطلق اللايف فرنش مونطان ناكل حلوه ونهبط يلاه. ولكن ما جاتش هكا، جات بكارليون اصاحبي، كارليون اصاحبي، كومان كومان حمار. ما جاتش هكا، نقدر دابا نمشي ندير في كازا، نقدر نمشي ندير تا ولد كازا يقدر يدير جديده، ولد جديده يقدر يمشي، ولد اسفي يقدر يمشي يدير في الصويره، راه عادي هادشي زعما. ولا انت باغي تنول فتنه زعما ولا كيفاش؟ زعما انا ما نتجوجش بالسلا، زعما راه الدريه السلا غنجيبها غنضرب لها هنايا كذا، غنلقى دي بيرات وغنلقى العباد، لا ما تبقاش دير الفتنه، راه الدريات كاينين. شتي انت اختك ربت الناس، اختك بسيكوس، راه بلا ما تقول هذا كيدوخ عليا، اختك ربت الناس، راه الفقر اللي خرج الامارات، راه قلت شي، راه الفاره اللي فك وفي عائلتك كامله هي اللي خرجت ديك الاخت لديك الطريق. اختك انت دابا هي في الامارات وانت واخذ عليها الصوره وكذا، ولكن راه هي الفقر اللي خرجها. تعود القحبه اش كدير دابا في النيمو؟ ما كتقحبش حتى، حنا اللي جينا نرجعوا معاك الفار، ما كتقحبش حتى، ما كتحطش سليبك حتى وبدك تبغي تضحكهم. واختك حتى هي راه في الامارات راه كتضحك، خذها من هذا المنطلق. راه الفرق بيناتكم هي انت في بيت من الدار وهي من دي بلاص. يا اختك رابت الناس، امك رابت الناس، راه انت اللي ولد القحبه، انت اللي ديك الحيس وما بغيتيش تريح وتسمع. خويا انت لحاس، انت كتلحس طوطو صافي، مالك كتكذبها انت؟ طوطو كتصيفط لي ميساج ما يجاوبك شهرين ثلاث شهور، حتى الوقت اللي تقرقب وتبغي ليه المخ ديالو العقل الباطني يتفكر كيصيفط لك ميساج، يشوف لايف ديالك في تيك توك ولا كيمشي يقول لك اه كذا فرير. ما واخدش حكم ديالتي في حياتي، ما نطلقش لايف نطلق لايف، ما نقولش ما نقولش. طوطو نشم في ريحه العرق وما نقولهاش. صابري بغيتي دير البوز بكاع الطرق، بكاع الطرق، ولكن طلع في قهوة فهمتي، عندك واحد ما عرفتش كيفاش نقولها، أنا غنبسطها غنبسطها ليكم. بيسل فهمتي، بيسل مراكشي، بيسل تلاقيتي معاه في جامع الفنا كيبقى يتلصلص عليك أخويا أخويا، ما فيك ما يضاق. انت يا ما خويا خارج المخططات ديالي، اقسم بالله راه كيفاش كنفكر فيك، كيفاش عايش وكيفاش كدوي وكيفاش كدا تلعب كتافك وكذا، ولكن كنشوفك كنقول واه جنة جنون الكوري. في داك الفيديو ما كنتيش تقولها كون ما سمعتهاش عندي، راه ماشي ما جاتش بجنة جنون الكوري اصاح، راه جات بشي حاجه اللي نادره اصاح. العنبر عندي غتجيو غتخطفوه، نعطيه لكم ما تعرفوش ديروا به، نعطيك انت ود القحبه ديال البسيكون، نعطيك نص كيلو العنبر ونقول غدا صرفوا لي خذ لك 500 مليون ولا 500، غتعرف اش دير ود القحبه، غتعرف. غنعطيك العنبر نتايا ونقول لك راه ماشي عنبر، تقدر تعرفوا ماشي عنبر، تقول هذا راه ماشي عنبر. واش يا ود القحبه، واش عندكم مخي؟ واش قريت داكشي اللي قريت؟ واش باغيني نجيب الطلبه للدار؟ واش نجيب الطلبه نبركهم وندير لايف بحال هذاك خونا نصلي بهم؟ ولاد القحاب كونوا تفهموا، راه نتوما ما عندكمش لا ميمواريزي ديكري، هادي اللي عند بزاف ديال الروبو، عند الروبوات لي ماموريتي ديكري، سميه كود ديفواري هادي. البحث اللي قلبت انا لقيت اخويا هادي، قلتها هذاك البحث لا ميمواريتي ديكري، واحد كارت ميموار اللي كتعقل على الناس بتحت لون البنفسجي بحال الكلب. دابا انا حاشاكم بحال الكلب كنشوف في الناس بلون تحت البنفسجي، ما كنشوف دابا حتى ابيض ولا كحل. لا لا شوف، انا ليس لدي بين الابيض والاسود، ليس الا بين الاسود والاسود، انا تحت البنفسجي كنشوف لون واحد، ما عنديش مع شكون تا ولا يجيش انا يحركني واحد في لايف يهبطني يطلع طوطو ويصيفط لي ميساج هو طالع. شوف نهار طوطو طلع حكيمي
عقلت شو نهار طوطو طلع حكيم يستريم حتى طوطو شي ما كيعرف سام متنتن كي كيدوش متنتن فهمتي ما عارفش هو يطلع مع هاد الدري دوت السمسار هاد السامري السامري عمركم شي نهار كنتو معجنين واقفين حدا البحر وبينت لكم هذيك حمالة الافيال وش الدراري عمالة طلعت لكم انا ما بنادم ماشي معيش والله ما كتعيشوا انتوما علاش كنقول لكم خرجوا حركوها كنقول لكم بلي تاكل بريبيقه ديالك خرج حركها خرج دور شوف شي عجب انا واحد النهار مرفق وخارج واقف على البحر وبارك ويتبان لي هذيك الطلوبين ديال الحمال واش عرفت شنو هذيك كتكون في تايلاند صاحبي كتكون في تايلاند وفي الشينوا تيهزوا بها الفيل هذيك لقيت تخيل جايته من دروها الزفيل والله من صاحبي ما بنادم كنضحك واش شي 7 ايام ولا 5 ايام مش حمد الزفيل صاحبي فيل والله حتى فيل كبير فيل تيبان لك مباشره هذا ما عاد شي معريض وحيدا كاين معريض فرس ولا غادي نبير مازا يعني لا في الشهر 5000 اخرى حمالة الافيال الدراري واحد الفيل واو ترى ترمام حنت فيلي تبعك يشدك صح ولا الدراري كنضحكوا على اخر كتقول لي فيل بحال ما شنو قلت شي ليه معلقاش الدراري بالنسبة للبلا اللي طرا الموتشو داك ديال الصباليون يفرح يتعاوني غندوي عليه الموتشو الرابور داك تري ود الرباط طلع في البولفار وبداو يعايرو فين نزل كازا خويا ما عرفتش دونك يسبو فيه ماشي هو باغي يغني وانتوما سكتونا اما خويا النفسية غتكون طايحة زهر هو اللي غيشوف راسو يصحاب راسو كيحلم تخيل راسو كيحلم ما فهمتوش من لوني مات من لوني عمرو ما مات اخويا قويله باليا كيتريني في راسه كيتريني لونطريما ديال عاد العود والعود احمد عرفتي هو كيتريني وطالق واحد الاغنيه موتيفيشن ما عارفناش احنا كنا كنتريني وكيصحاب كرو راه هو اللي زعما شاد الفرنس خويا هشام ياك اخويا ما تبعتي داك المسلسل ديال راغنار ياك ما تبعتيه في الحبس واش تبعتيه يا بنتي اللي خارج ديال اللحيه وداك هذيك سخونيه الراس تولي راجعه لك بالبروده عاوتاني هذيك النار راه بحال هكا وليتي مضارب مع داك الدري وشاه الطوبه وليتي طايح ولا حتى هو طايح والمغاربه معاملو من الانسان هذا فين ما كيبغي يطلع شي واحد كيبغيو هما يجيو ضدك باش يختبروك هذاك غير اختبار انت واش باقي فيك الفورمه ولا كيما طرا لي مع ام بي 1 ام بي 1 انا البارح راه طالع في لايفات هو الصباح وبقى كيقول لي الياس البارح اش درت لي وفايق والضبابه في الدماغ ما كاينش ما عارف راسو فين كاين وداك النهار وما عرفتش غيدير في داك النهار عاوتاني غيدوز خاوي واش فهمتي مسكين هاكي يضحك ام بي على لي الحقاد اولاد القحاب على لي على لي وليدي اولاد القحاب على لي دوك الشيء يقولوا ليهم شي يقولوا لي من ما يصير الدباب الكتروني على لي الدباب الكتروني ديال بسيكوس وديال دارسين وشافوني شريت البي سي جيمر وجيين وطلعوا واستعان به والو واش فهمتوا واش كنقول انا ولا ما فهمتوش على لي اولاد القحاب لي فاميلي سباتني الدراري الله يحفظكم ما تكونوش مرات حتى هما فكركم خلي فاميلي هادشي صح وحكيم وفيتش راه داز في راديو قبيله مع مورو صافي هادشي اللي بغينا مورو داز وكانه بودي غارد ديالو هو ما قايش لي راك ديز بودي غارد ديالي فهمتي هو حكيم وفيتش ديز صاحبو وكيدير ستوريات وداك الشيء واش فهمتو دابا مورو عيط ليه راديو فرنساوي ديال الجزائر كيدوز في الجزائر مورو بغى يبان زعما راه كينك هو يدير جاب حكيم وفيتش قال لي جي بان معايا فواحد الراديو ومورو قايل لهذوك ديال الراديو بان راه غيجي معايا البودي غارد ديالي مورو حكيم وفيتش مسكين ما عارفش راه دايز غير بودي غارد حتى هو كيبدا يفطح هو راه دايز بودي غارد في الفيديو باينه بودي غارد شفت قبيله في ستوري مورو مقول علاش قلت لكم مورو ود كازا مقول كنت عارف بيه انت عارف كيفاش
عارف كيفاش هي. شوف دابا تكيفهاش واش قالت لي، قالت لي دي بودي كارد زعما انا راجعي معايا بودي كارد ديالي. هو بودي كارد غيقول لي شنو عندي معايا شي بودي كارد. يا ربي نلقى شي بودي كارد بحال هكا نجي ندير شي انترفيو يكون معايا البودي كارد. وحاكم فيه البودي كارد مولو صاحبي مقود بودي كارد. بودي كارد تا واحد تاك حاكم واش داك اللبس اللي كيلبس ديال البودي كارد، كيلبس تيشيرت صغار منو قرب يولي قدو. الدراري ما تسطيونيش وخليوني ندوي معاكم وما كنضحكوش. واش عرفتوا ديك داك التيشيرت اللي كيولي كيجيك صغار منك قريب يولي قدك؟ حكيمو فيش كيشري داك اللبس بس زعما يبان راه صغر منو زعما تزير عليا فيش صافي. والتيشيرت تا هو وسبرتي صغار منو قريبه وكلشي صافي. مسكين وكيبقى عايش مسكين غادي يبو ديكارش هاي سمعها غيقدر صاحبي يولي يصحابه في الصاحبي. واش اخويا حكيمو بيتش غادي عندو هذا هو الشهر الثالث وانت ساكن عند الدري تما راه باينه غادي خليه يدير في اي حاجه ما خليه اللي بغى يدير يدير ما يقدرش يجي.